إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف طبيعة قناة شعفة البث المباشر هنا مباشرة من البوابة المخصصة لدخول جماهير الجيش الملكي. كيف كتشاهدوا معنا فإجراءات أمنية مشددة، واللي عنده التيكي هو اللي غادي يدخل، وتنظيم محكم لرجال الشرطة. كيف كتشاهدوا معنا طبيعة الحال فهذه الإجراءات ديال التفتيش فهي مهمة بالدرجة الأولى للجماهير اللي غادي تدخل للملعب لتأمين. يعني اليوم الشرطة فهي ما كتعتقش متابعينا، أي واحد دخل شي حاجة غير قانونية متابعينا الكرام فيتم يعني تفتيشه، هو إزالة أي شيء قد يسيء وقد يشكل خطر على الجماهير. بطبيعة الحال كيف قلنا فاللي عنده التيكي هو اللي غادي يدخل، اللي ما عندوش التيكي فبلا ما يعتب راسو. إجراءات أمنية تنظيمية محكمة، برافو لرجال الأمن هنا بولاية أمن تطوان الذين يسهرون على تأمين هذه المقابلة. يعني البق ما يزهق، شنو اللي غادي يمكن نقول؟ حوالي الواحدة زوالا إلا ربع متابعينا الكرام، برافو الجماهير ديال الجيش الملكي اللي جات يعني منذ الصباح الباكر، يعني غادي تبقى هنا تقريبا حتى حدود الساعة 7 مساء. تنظيم محكم هنا بمدينة تطوان كيف كتشاهدوا معنا من خلال التصوير من خلال البث المباشر. تم إضافة تذاكر أخرى لجماهير الجيش
باش أن تمكن باش أن تدخل، كانوا خصوا لهم واحد النسبة معينة، والآن زادهم نسبة أخرى. متابعينا الكرام، برافو لرجال الأمن، برافو لجماهير الجيش الملكي اللي بينت بأنها جماهير حضارية وجماهير راقية. متابعينا الكرام، وكتوافد بطريقة منظمة على البوابة المخصصة لجماهير الجيش الملكي. كيف قلنا فاليوم اللي عنده التيكي واللي غادي يدخل، اللي ما عندوش التيكي بلا ما يضيع وقته يمشي يتفرج الماتش في احدى مقاهي مدينة تطوان. يعني رسالة واضحة للجماهير اللي ما تمكنتش من انها تتابع الفريق ديالها، فبالامكان ديالها نتمنوا ان شاء الله ان حتى شي واحد من الجماهير ديال الجيش الملكي ما يبقى خارج اسوار ملعب ثانية. الاشكال هو اللي كيطرحوا متابعينا الكرام هو السعة ديال الملعب ثانية تربل. هي رسالة للمسؤولين باش انه حان الوقت باش ان تطوان يكون عندها مركب رياضي يليق بالمدينة ويليق بهذه الجماهير اللي كتجي من مختلف المدن المغربية باش تشاهد الفريق ديالها. واليوم يعني كان المركب او سرح رياضي كبير في مدينة تطوان، فكانت غادي تحضر الالاف من جماهير الجيش الملكي. يعني معروف على الجماهير ديال الجيش الملكي او فريق الجيش الملكي، فعنده واحد القاعده جماهيريه اللي هي كبيره. اليوم واخا الملعب الساعه ديالو صغيره، ومع ذلك يعني الجماهير جات باعداد اللي هي كبيره وكبيره جدا. متابعينا الكرام، إذن إجراءات أمنية مشددة متابعينا الكرام. والعقل ما كاينش، يعني عندك التيكي غدوز، عندك شي حاجة اللي هي مخالفة أنك تدخل بها للقانون غادي يحيدوها لك، وهادشي هذا كامل في صالح الجماهير اللي غادي تحضر هذا الماتش، لأنه ما يمكنش السماح بإدخال أشياء قد تشكل خطر على الجماهير. يعني شنا الجماهير من مختلف يعني أحياء مدينة الرباط، وكذلك من مدينة سلا، سلا الجديدة، ¡Gracias!
كيف قلنا اجراءات امنيه مشدده متابعينا الكرام، يعني عندك التيكي غتدخل كنت قاصر بدون مرافق ما غادي تدخلش، كنت عندك شي حاجه اللي هي مخالفه للقانون غادي يتم الاقتياد ديالك لاخفر الشرطه، كانت شي حاجه كتشكل خطر على الجماهير غادي يحيدوها لك. والاشاره متابعينا الكرام يعني انضباط وتنظيم كذلك من طرف الجماهير ديال الجيش الملكي اللي توافد توليجات المدينة تطوان. كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور ومن خلال هذا البث المباشر. هذا الحال حتى بعض يعني الآباء كيجيو بالرفقة ديال الأبناء ديالهم، يعني اللي كيعشقوا النفار اللي كيعشقوا الجيش الملكي. تنظيم محكم تبين عليه رجال الامن بولايه امن تطوان متابعينا الكرام، يعني تنظيم محكم لدخول جماهير الجيش الملكي كيف كتشاهدوا كيف كتتابعوا معنا من خلال هذه الصور ومن خلال هذا البث المباشر. يعني كيف قلنا للأطفال اللي عندهم معاهم الوالدين ديالهم هما اللي غادي يدخلوا، ما معاهمش الوالدين ديالهم غادي يتم المنع ديالهم. بطبيعة الحال متابعينا الكرام كاين بعض الأشخاص للأسف الشديد كيقولوا بأنهم معاهم مرافقين ولكن للأسف ما كتجمعهم حتى شي علاقة، وبالتالي فخبرة وحنكة الأمن فهي كتفضح بعض الأشخاص. كيف كتشاهدوا معنا فالبنات فهما غادي يقوموا يعني البوليسيات هما اللي غادي يقوموا بالتفتيش ديالهم.
إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، نتمنوا إن شاء الله أن العملية تمر، تشاهدوا معنا حتى حاجة ما كتفوتش. أيمن خلينا قلتوا البر. العملية ديال التفتيش فهي مستمرة. Thank you.